بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي من خلاله اليوم نريد أن نتعرف على سر من أسرار الله جل علاه، وعلى مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج، وعلى سلاح لا يقهر. الكثير منا يعيش في هذه الحياة الدنيا ويواجه مشاكل وصعوبات، منه من تعرض للظلم والأذى من طرف بعض الناس، ومنهم من يحاول الوصول إلى هدف معين ولم يستطع البلوغ المرام، وكل واحد عنده مشكلة من المشاكل ويعجز لكي يصل إلى الهدف المنشود. ربنا عز وجل يدلنا على كلمة بسيطة ولكنها عظيمة الشأن، إذا رددها العبد المؤمن بلسانه وقلبه وكأنه أوتي مفاتيح الفرج. هذه الكلمة أيها الأحبة الكرام التي نريد أن نزرعها في قلوبنا وأن تجري على ألسنتنا، وسوف نكون بإذن الله قادرين على بلوغ أهدافنا. كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، جملة عظيمة تحتوي على معاني عميقة روعة في المضمون، ولها تأثير قوي على الإنسان وعلى حياته. معناها توكيل كل الحول والقوة لله عز وجل. ما معنى حسبنا الله؟ أي أن الله كافينا، فالحسب هو الكافي أو الكفاية. فالمسلم حينما يقول هذه الكلمة يكفيه الرب عز وجل كل ما أهمه وأصابه. الله تعالى يرد عنه بعظيم حوله كل خطر يخافه وكل عدو يسعى في النيل منه. حسبنا الله. وأما ونعم الوكيل، هذا مدح عظيم على أن الله جل جلاله هو القيم على أمورنا. الله تعالى قائم على مصالحنا، كفيل بنا، هو أفضل وكيل. من توكل على الله كفاه، من التجأ إلى الله بصدق لم يخب ظنه ولا رجاؤه. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل سلاح عظيم ممكن تتمسك به أيها المظلوم، أيها المقهور، وسوف ترى عجائب قدرة الله. معناها تفويض الأمر إلى صاحب الأمر، الثقة بوعد الله عز وجل، الرضا بصنيعه سبحانه، حسن الظن بجلال الله، وانتظار الفرج القريب. هذه المعاني لا تستقر إلا في قلوب المؤمنين، لأنها من أعظم ثمار الإيمان. المؤمن حينما يطمئن إلى قدرة الله فإنه يجد الرعاية والعناية والولاية والكفاية والتأييد والنصر. هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل ياما قالها مظلومون عبر التاريخ، ومن أبرز المظلومين كانوا أنبياء ومرسلين. القرآن الكريم الدستور الإلهي الخالد الذي يعلمنا أسرار النفس ويعلمنا حركة الحضارة وحركة الكون وحركة الوجود، في القرآن الكريم إشارات عميقة لمثل هذه المعاني. مثلا سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حينما كان مهددا بالحرق من طرف النمرود، ذلك الحاكم القاهر الذي كان يتمتع بقوة قاهرة،
وحينما أرادوا أن يرموه في النار كان سيدنا إبراهيم الخليل ماذا يقول؟ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا إبراهيم الخليل صنعوا له حفرة كبيرة وجاءوا بحطب شديد، ثم رموا عن طريق المنجنيق، رموا النيران فأضرمت نار عظيمة، وسيدنا إبراهيم سوف يرمى في النار. إما أن يؤمن بالنمرود الذي كان يدعي بأنه إله، إله السماء وسليل الأرباب، وإما أن يثبت على الموقف ويثبت على العقيدة. تلك اللحظات سيدنا إبراهيم ما عنده سلاح، سلاحه فقط أن يقول هذه الكلمة العظيمة التي هي سر من أسرار الله. كان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاءه جبريل عليه السلام فقال له السلام عليك يا إبراهيم يا خليل الله. قال وعليك السلام. قال هل لك عندنا حاجة؟ اطلب ما تشاء نعينك. فقال سيدنا إبراهيم أما إليك فلا، أنا لا أطلب منك شيء لأنك مخلوق مثلي مثلك. رغم أن جبريل عليه السلام أمين الوحي من أقوى الملائكة، عنده 700 جناح، كل جناح يمثل سلطة من السلطات، لأن الملائكة هم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ويزيد الله في الخلق ما يشاء، فكل جناح يمثل سلطة قوة. سيدنا جبريل عنده 700 جناح. كان المفروض والمتوقع أن إبراهيم الخليل نبي الله حينما يرى النمرود يتعنت ويرى أن الله أنقذه بجبريل الأمين سيطلب منه المساعدة، لكن إبراهيم الخليل صاحب العقيدة القوية لما قال له جبريل هل لك حاجة عندنا؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، أنت مخلوق وأنا مخلوق. قال إذن إلى من أنت تحتاج؟ قال إلى الله. قال فادعوا ربك ادعوه. قال الله تعالى أعلم بحالي وهو أغنى عن سؤالي. وبقي إبراهيم فقط يقول هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فوصلت بركة هذه الكلمة إلى الله جل جلاله، فقال رب العزة للنار يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله عز وجل أصدر أمره للنار، مع أن القانون العلمي ونواميس الكون تقتضي بأن النار محرقة، من يقترب من النار يحترق، ولكن الله عز وجل سلب من النار خاصية الحرق وقال لها كوني بردا، يعني غتكون فيها سلام، بردا وسلاما. لو قال رب العزة بردا ستكون باردة قارصة جامدة، لكنه قال بردا وسلاما، وسلاما يعني واحد البرد اللي فيه رحمة وفيه هدوء وفيه سلام، بردا وسلاما على إبراهيم، فقط على إبراهيم. أما الحطب لم يذكر، الحطب كله أصبح رماد، وسيدنا إبراهيم بقي كما هو بلباسه وهيئته، لم يقع له أي مكروه. حاجة واحدة احترقت في إبراهيم عليه السلام، وهي القيد الذي كان يستعمله في يديه احترق، أما ثيابه وعمامته ونعله وكل هيئته بقي في أمن وسلام. الذي أنجى سيدنا إبراهيم الخليل عقيدته في الله وترديده باللسان والقلب حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه القصة الواقعية الحقيقية كان رب العزة جل جلاله يرويها على مسامع سيدنا محمد ابن عبد الله النبي المكرم الذي كان ساعتها في وضعية حرجة وكان يعاني
من مشاكل شتى، من تخطيط من طرف الأعداء، وضعف في الموارد المالية، وقلة في العدد. وربنا عز وجل يقول له: لا تخف، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. وسوف ترى بأن المحن سوف تتحول إلى منح وعطايا، كل محنة تتحول إلى منحة وإلى عطاء من الله. الفقر والحاجة سوف تتحول إلى سعة وغنى، الهموم والأحزان سوف تتحول إلى أفراح ومسرات، المنع سوف يتحول إلى عطاء. فقط عليك أن تحسن التوكل على الله، وتوقن بعظمة الله، وتحسن الظن بجلال الله. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه مشكلة أيضا كبيرة، وكان يبحث عن الحل. حينما كان مع صحابته الكرام وهم قلة من حيث العدد والعدة، وجابهم الكفار والمشركين، ومارسوا عليه ما يسمى بالحرب النفسية، قالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اجتمع الكفار والمشركين لكي يقضوا على هذه الجماعة المسلمة المؤمنة بقيادة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة بدأوا يفكرون كيف يواجهون هذا الخطر، وهو خطر عظيم، لأن الأعداء كانوا أقوياء وكثر وهم قلة. وبدأت الأصداء تقصل بأنهم سوف يقضون عليهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا كان قول النبي الأكرم؟ تعلم من أبيه وجده إبراهيم الخليل، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، الله تعالى هو مرادنا ووكيلنا. فنزل قول الله عز وجل: قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انتصروا انتصارا عظيما، فقط لأنهم أيقنوا بأن الله تعالى وكيلهم. حتى قال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا ما يسمى بإسقاط الأسباب، حتى الأسباب حتى هي تسقط، ويأتي رب الأسباب فيهيئ لك الكون وما يحتويه من جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيا أيها الأحباب الكرام، هذه قاعدة شرعية كونية وضعها رب العزة في حياتنا. حينما تواجهك مشاكل، حينما تشعر بأنك مظلوم، حينما تشعر بأنك ضعيف، حينما لا تجد قوة للدفاع بها عن نفسك، لا تخف ولا تحزن، ردد فقط: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فربنا جل جلاله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. فمن يتوكل على الله يكفيه ما أهمه، الله بالغ أمره، فقدر الله تعالى هو الذي سوف يكون، ما قدره الله كان، وما لم يشأ لم يكن. التوكل عليه توكل على القوي القادر الفعال لما يريد. هذا يقتضي منا أيها الأحبة الكرام حسن الظن بالله، أن الإنسان عنده عقيدة يقينية، وعنده حسن الظن بالخالق، وحسن الرجاء لله عز وجل، صادق التوكل عليه، لن يخيب أبدا، ولن يخيب الله أمله، لأن الله تعالى لا يضيع عمل عامل، ولا يخيب أمل آمل. هذه قاعدة ثابتة غير متغيرة. الإنسان أيها الأحبة الكرام في هذه الحياة يصارع الأحداث، قد يغلب، وقد لا يستطيع مقاومة الملمات، وقد
تعتدي عليه الخطوب ولا يستطيع الدفاع، لأن الإنسان بطبعه خلق ضعيفا عاجزا، ولكنه حينما يتوكل على الرب القوي ويثق بمولاه ويفوض الأمر إليه سوف يجد النصر والتأييد والإعانة بل والفتح العظيم. ألم يقل رب العزة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ ربنا ينادينا من فوق سبع سماوات يقول أيها المغلوبون، أيها المقهورون، أيها المظلومون، أيها الضعفاء، لا ضير عليكم، توكلوا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على القوي الغني ذو القوة المتين فسوف يكون في حفظ الله ورعايته. وربنا عز وجل يقول وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه الكلمة أيها الأحبة الكرام، حسبي الله ونعم الوكيل، تقال في مقامات كثيرة. المقام الأول مقام دفع المضار، دفع المضار، أن الإنسان يدفع عنه الضر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تقال في مقام دفع المضار إذا كانت عندك قضية في المحكمة، عندك قضية في جهة معينة وكنت ضعيف وما عندك قدرة على الدفاع، ما عندك من تستند إليه، لا تخف لا تحزن، ردد حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تقال في مقام دفع المضار، وتقال أيضا في مقام طلب المنافع. طلب المنافع، اللي بغى شي مصلحة ومقدرش يوصل لها، دار الأسباب اللي في جهده، يترك الأسباب ويطرق باب رب الأسباب. مقام طلب المنافع، ألم يقل رب العزة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سيؤتينا الله من فضله، الله عز وجل يؤتي من فضله في مقام طلب المنافع. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نتربى على أن نقول هذه الكلمة في ألسنتنا، أولا أن تزرع في قلوبنا ثم أن تجري على ألسنتنا. نستطيع من خلالها دفع السوء والأذى، كلما كان هناك سوء وأذى وخشيت بأن هناك قوي قد يريد أن يؤذيك قل حسبنا الله ونعم الوكيل وسوف يذهب عنك السوء والأذى. وإذا كنت تشعر بالرعب والخوف فقل هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، الرعب والخوف ينتقل من قلبك إلى قلب من يريد أن يؤذيك. الله عز وجل ينقل مشاعر الرعب والخوف من نفسك إلى نفس ذلك الذي أراد أن يظلمك، عدو أو ظالم، فيتحول الرعب والخوف منك إليه. ومن قالها يكفيه أنه يكسب رضا الرحمن، لأن الله عز وجل يحب من يتوسل إليه، يحب من يطرق بابه، يحب من يحتمي به. فإذا قلتها كسبت رضا الرحمن جل علاه، فالله عز وجل يزيدك في رفعة الدرجات. فيا أيها الأحبة الكرام، إذا ظلمتم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا ابتليتم بشدة من الشدائد فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا ضاقت بكم السبل وبارت عليكم الحيل ولم تجدوا من الناس أنيسا ولا مؤنسا فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كنت أيها الإنسان بريئا وعجزت عن إظهار الحقيقة فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا اجتمع القوم ليؤذوك فقل حسبي الله ونعم الوكيل، إذا أغلق عليك أمر من الأمور فقل حسبي الله ونعم الوكيل، إذا تحسرت عليك الأمور فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فإن الله عز وجل يدفع عنك كل أذية ويزيح عنك كل كربة ويستجلب لك الرزق وينزل الفرج.
واحذر أيها الإنسان أن تقال لك هذه الكلمة من شخص آخر تسببت في إذايته بخطأ غير مقصود. احذر أن تقال هذه الكلمة في حقك، شخص ظلمته، زوجة، أولاد، جيران، أحباب، زملاء في العمل أذيتهم، احذر أن تقال لك هذه الكلمة، أن يشكو الشخص المظلوم إلى خالقه ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل في فلان، احذر أن تقول يقال فيك ذلك. فنسأل الله السلام العافية، ونحمد الله على هذا الدين العظيم الذي شرع لنا فيه الله تعالى مثل هذه الكلمات الخفيفات على اللسان الثقيلات في الميزان التي يرجى منها أمور عظيمة. فالحمد لله والشكر لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ومن كان في شدة أو كرب فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، وليقل يا الله يا الله يا الله.